السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. سؤال جه على جروبات الفيسبوك بيقول إن هو بيشبع الحمام، بيأكله كبير جدا جدا، خلي الأكل يفيض قدام الحمام. بقول رغم إن أنا بشبع الحمام، الحمام عنده الزغاليل بتطلع ضعيفة ليه؟ هو بيفتكر إن هو لما يشبع الحمام ويسيب الأكل يبات قدام الحمام على طول طول الوقت، فكده الحمام يطلع زغليل حجمها كويس. في الفيديو ده احنا هنعرفك ازاي الزغليل بتطلع كويسة وانت مجوع الحمام. ايوه، زي ما سمعت كده، هتجوع الحمام الزغليل هتطلع كويسة وبصحة جيدة. انا بقول تجوع الحمام مش تعطش الحمام، ما بقولكش عطش الحمام، تمام؟ ما بتعطش الحمام الا اذا كنت هتعطي ادوية. بس قبل ما ندخل في موضوع الفيديو، اتمنى من حضرتك انك تعمل لايك للفيديو. معرفش انتم مكسلين معايا ليه، عايزين نكبر قناتكم، مكسلش في عمل اللايك. طيب، احنا قبل كده اتكلمنا في موضوع الكلفة، قلنا الكلفة مكوناتها، هسيب لك رابط الفيديو عشان ما نضيعش الوقت، عشان ما تقوليش هنأكل الحمام ايه في الصيف وهنأكله ايه في الشتاء، هسيب لك الرابط تحت. فانت هتجيب الكلفة كده، زي ما بقولك هتجوع الحمام. هتجوع الحمام ازاي؟ تعال نشوف عملي. اهو الحمام اهو جعان من امبارح، مفيش قدامه اكل، مفيش اكل فايض، وهتلاقي زغليل بسم الله ما شاء الله. وتدعي لي بعد كده على الفكرة. شوف الحمام جعان اهو، تمام اهو، خلاص انا حطيت الكمية اللي انا عارف ان الحمام هياكلها. هنستنى شوية نشوف الحمام هياكل الكمية دي ازاي، ونشوف هنعمل ايه. الحمام جعان اهوت، زي ما حضراتكم شايفين كل الحمام نزل ياكل. حتى الميزة ان انت بتجوع الحمام وينزل ياكل ايه، لو في فرد تعبان انت بتبص على الحمام اللي منزلش، الحمام ده منزلش ليه؟ شوف بقى يا سيدي، شوف الفرد اللي واقف حاطط رجل فوق، ده واقف على رجل واحدة، انا الفرد ده اجيبه اعزله على طول اشوف ايه. حمام التاني ده حمام ما معهوش عيال، فالحمام ده هتعرف ان هو على طول فاضي ما معهوش عيال. الحمام ده لو كان معاه عيال كان دخل كان جه جيري على الاكل على طول. اما ده يا اما حمام تعبان او حمام عازب، زي ما قلت لك كده حمام لسه شبابات فمش جعان، تمام. انا لسه مأكل الحمام، كنت حاطط له شوية صغيرين، فالحمام اللي كان الشوية صغيرين خلاص شبع. فهي الميزة ان انت بتأكل والحمام ما يشبعش قوي، اللي هي دي. انت كده خدت بالك ايه الحمام اللي نزل؟ الحمام اللي نزل اللي هو بسم الله ما شاء الله اهو نازل على الاكل. الميزة بقى ان انت ما تسيبش اكل يفيض. حمام ياكل خلاص، انا واقف اهو على بال مغسل المسائي بتاعي، وامر على بيض الحمام، امر على الزغليل، يكون الحمام كل الكمية وشبع خلاص. هتلاقي الحمام شرب مية وراح اكل الزغليل. حسيت ان هو الحمام لسه ما شبعش قوي، حط له كمان ايه حبة صغيرين اللي هو ياكلهم برضو وانت واقف. زي ما انا عملت لك فيديو قبل كده قلت لك ايه، اقسم الوجبة على مرتين، يعني يا ريت الطبق اللي انت هتحطه ده تقسمه على مرتين، ياكل وبعد نص ساعة تقوم حاطط النص الوجبة التاني. لما بياكل وتحط نص الوجبة التاني، هو كل وراح زقق زغليله خلاص. الزغلول اللي هو العافي القوي اكل اول، لسه في الزغلول اللي هو الضعيف ما اكلش. لما بتحط نص الكمية التاني بياكل ويروح يأكل الزغلول اللي لسه الضعيف. فما بتقسم الوجبة على مرتين، ده بيخلي لك بسم الله ما شاء الله مش هيخلي عندك زغليل ضعيفة. انما تسيب الاكل فايض قدام الحمام، الحمام هيزهد هيزهد زي ما بقول لك كده. لو حاجات تحط له اكل تاني يوم، ما هو قدامه الاكل وداس فيه وعكعك فيه ونقله الامراض كمان، بيتبرز فيه ما عادش هيبص له. الحمام نظيف، يحب الاكل النظيف، ما يحبش الاكل البايت. زي كده الراجل اللي ما بيحبش الاكل البايت، عايز ياكل الاكل لسه نازل كده من على النار. شوف انت بقى الاكل الفايض بيبقى ايه، ملوش لازمه ما يحبوش. فالحمامه كده برضو زيك بتحب الاكل يبقى طازه، لو الاكل بايت هي مش عايزاه خلاص مش هتبص له. فتيجي تبص تقول انا سايب له الاكل قدامه ليل ونهار والحمام زغليله ضعيفه. لا، ما هو لازم يبقى زغليله ضعيفه، انت السبب ان انت بتكسل ان انت تاكله، فبتقوم تحط اكل بزياده. ما واحد يقول لك انا هحط الاكل يكفي الحمام اسبوع، لا يا باشا، هتطلع تلاقي الاكل مدود والسوس بيلعب فيه والحمام دايس فيه ومتبرز فيه، مش هياكله.
الحمام مش هياكله، ما عادش هياكله ويفضل جعان كده ويموت من الجوع ويسيب زغليله تموت من الجوع، ويبقى انت السبب ان انت حطيت له اكل كتير وفاض قدامه الاكل، يبقى ده اللي انت اللي انت السبب فيه. حط الاكل، يخلص الاكل قدام الحمام كده، يعني زي ما بقول لك كده هنعمل عنوان الفيديو ده جوع الحمام تاخد زغلول قوي. تمام، ايه رايك في العنوان ده؟ جوع الحمام تاخد زغلول قوي. طبعا ناس كتير هتهاجمني يقول لك انت بتفتي. لا والله مش بفتي، مش هنعمل لك زي بتاع العسل، وبنقول لك انا بقول لك بنقل لك تجربه وانت حر برضو جرب وشوف. هتجرب هتعجبك التجربه، هتلاقي الحمام بياكل ويجري على الزغليل ويستناك، هتيجي تاني يوم تلاقيه جعان كده وبيستناك. ده المنظر اللي احنا عايزين نشوفه، ان الحمام كده جعان وبيستنى الاكل. تشبع الحمام وتسيب الاكل يفيض ويعكعك قدام الحمام، مش هياكل الزغاليل، هتلاقي الحمام ضعيف والزغاليل ضعيفة كمان، مش هيطلع لك حاجة، مش هتستفاد منه حاجة، وبتهلك اكل وبتهدر على الفاضي كمان، يعني تلاقيك بتهدر ومش هتلاقي حمام ينفع عندك. يبقى انت حر، انا قلت لك وحذرتك وشوف بقى. والميزة كمان ان انت هتشوف الفرد اللي ما بيجيش على الاكل، تعرف ان الفرد ده مش مظبوط، الفرد ده تعبان او في حاجة. ودي برضو مثال الزغليل اللي هي دي زغليل لاحم. هتقول اصلها زغليل لاحم، اقول لك تمام، زغليل لاحم الزغلول يعدي النص كيلو اهو، بسم الله ما شاء الله، اه هو لاحم بس الزغلول لسه زغليل اهو. الزغليل يمكن نقول ايه ما كملتش 20-21 يوم، بسم الله ما شاء الله الزغلول حجمه اه، لان وزنت على الميزان قبل كده ونشرت الفيديو، واحد قال لي انت بتعمل ايه للزغليل؟ والله انا ما اكلتهم بايدي خالص، هو تاكيل اهالي، وهي الكلفه اللي انا عملت لكم الفيديو عنها اللي هسيب لك الرابط بتاعها تشوفه، نفس اللي انا ماشي عليه هو اللي انا ماشي عليه، دول ما اكلتهمش. لو انا عايز اتبعهم اكلهم اللي هي العلف اللي انت عارفه هيزيد كمان عن كده، لكن دول ما كلوش اي علف. بسم الله ما شاء الله زغلول ولسه زغليل صغيره. ده دليل ان انت لما تجوع الحمام هتاخد زغليل كويس اهو، زغلول كمان عمره اصغر، كمان عمره اصغر، بسم الله ما شاء الله الزغلول يملى ايدك اهو، شوف لسه طري جدا اهو. جوع الحمام، جوع الحمام هتوفر الاكل المهدر، يعني مش هتوفر، ما بقولكش جوعه ما تاكلوش، جوعه وبعدين اكله يشبع، يجوع ياكل يشبع بس خلاص، ما يفتش قدامه ياكل يشبع. هو ساعة ما الحمام هيجوع واعرف ان انت بتاكله مرة واحدة، هو من نفسه ساعة ما تحط له الاكل هو هيجي للاكل وياكل، وهياكل ويشبع عشان عارف ان بعد كده مش هيلاقي، انما ان انت معوده ان الاكل مرمي تحت رجليه مش هياكل، ما هو الاكل مرمي على طول في اي وقت يبقى يعوز حبايه ياكلها، هيزهد الاكل. الحمام هيزهد الاكل لما يلاقي الاكل متوفر قدامه ومرمي تحت رجليه، فانت جوع الحمام، ياكل الحمام خلاص، خلص الاكل اللي قدام الحمام، بسم الله ما شاء الله. هتاخد زغليل وتدعي لي، تاخد زغليل باحجام كويسه سواء للذبيح سواء حمام بلدي حمام لاحم. هيقول لي حد هيقول لي ده حمام لاحم، طب انا اوريك الحمام الزاجل برضه، انا عندي زاجل اهو، ده الزغلول الزاجل من اللي هي ما شاء الله، الزغلول يملي ايدك، ريش متناسق بسم الله ما شاء الله. دي الزغلول الزاجل اللي احنا بنبيعها باقل سعر في مصر، طبعا قريب ان شاء الله نعمل لكم المزاد، احنا من زمان ما عملناش المزاد لان انا كنت بوقف البيع، الناس اللي متابعاني عارفين ان كنت بوقف البيع ليه، بس بسم الله ما شاء الله يعني في زغليل المحترمه اليمن دول باذن الله نعمل لكم مزاد ان شاء الله. الفكره كده خلاص وصلتك اهو، الزغليل اللي عشان الناس هيقول لك اصل ده اللحم، طبعا هي مش زي اللحم في الحجم، ده حاجه وده حاجه، يعني لو شفنا ده، عشان الناس اللي بيقول لي ازاي انت بتخلي، طبعا اللي سالني السؤال ده اكيد ما شافش اللحم قبل كده او ما ربهوش قبل كده، فده يمكن هو من عمره ده او يمكن الزاجل اكبر في السن. لو شفنا الريش من هنا، شوف ده من ده، ده اللحم وده الزاجل، ده المقارنه الناس اللي عايزه تشوف. طبعا مش معايا الميزان دلوقتي، لو كان معايا الميزان دلوقتي كنت وريتك على الميزان، ده حاجه وده حاجه، ده شيء وده شيء، ده في الوزن تقريبا العمر زي ما قلنا واحد، بس شوف الحجم انت بنفسك واحكم، اللحم وده الزاجل. طيب ايه كمان اللي هوصيك بيه؟ التحديق، التحديق ما تشيلش التحديق من قدام الحمام خالص، لازم تخلي التحديق موجود قدام الحمام.
الحمام بياكل ويروح ياكل من التحديق ده اللي هو اهم حاجة في التحديق اللي هو محار البحر، حار البحر وبيبقى رمل. وطبعا برضو اسيب لك ايه رابط فيديو التحديق تحت عشان ما نضيعش وقت في موضوع تاني. وبرضو الجروفيت بلس، الجروفيت بلس اشتغل بيه 3 ايام في الشهر، تمام؟ الجروفيت بلس اشتغل بيه 3 ايام متتاليين في الشهر، والسيلينيوم برضو 3 ايام متتاليين في الشهر. وخد بالك برضو اللي احنا قلناه ده كله ما يغنيكش ان انت لازم تشوف الكنكر، ما يكونش الزغاليل عندها كنكر وتقول ما بتكبرش. احنا قلنا بس ما قلناش استثنينا الامراض. تبص هنا زي ما قلنا، تبص هنا وتشوف لو في حاجات بيضاء في كنكر، في ريحة طالعة من فم الزغلول مش حلوة، يبقى في حاجة كنكر داخلي او عنده حاجة، في مشكلة. تتعالج المشكلة اول قبل ما نطبق اللي احنا بنقول عليه. لو لقيت الاكل مش مهضوم جامد فحصلت الزغلول، قلنا الكلام ده قبل كده برضو، يبقى الزغلول عنده ما بيهضمش. لقيت هنا الجزء ده من ورا كده في طبلة الحمامة او الزغلولة ازرق جامد، الجزء ده جامد، يبقى هنا ايه عندنا برضو مشكلة في الامعاء، يبقى الزغلول مش بيصرف كويس. يبقى اهم حاجة تشوف الحاجات دي وتطبق اللي انا قلته ده، وانت هتاخد زغلول محترم. وبقى دعيلي وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.